سيدتي العزيزة، أنا لا أعتقد أنه مرت في العراق حكومة سواء كانت معينة مثل حكومة السيد العلاوي أو منتخب مثل الحكومات اللاحقة، لم تضع الملف الخارجي من أولوياتها باستثناء حكومة السيد عادل عبد المهدي. كانت لديه وجهة نظر أنه يبدأ بالملفات الداخل ثم ينطلق خلال 6 أشهر. نعم فبالتالي اللقاءات والمؤتمرات والحوارات والزيارات هي بثمراتها. إذا لم تكن هنالك زيارات وتواصل، لا يمكن أن يترك الموضوع إلى الإعلام وغيره، ولا يمكن أن تجلس نعم هكذا دول بهكذا مؤسسات وبهكذا مستوى رفيع ما لم تناقش هذه الأمور، يعني حيثيات هذه الأمور، متطلباتها، وجودها، قوة وقدرة العراق على التعامل والتعاطي. احنا لا ننسى أنه مرت بسنوات للعراق هو تحت الاحتلال، ثم مر بسنوات هو وتحت طائلة البند السابع ومقيد من خلال استخداماتها المالية وغيرها، بالتالي لا يستطيع أن يفي بكل وعوده واتفاقياتها. العراق أيضا لا ننسى أنه أصلا هو مكبل بعدد من العقود والاتفاقيات والعهود مع الدول العربية قبل غيرها. ديون لدينا كانت مع الكويت، غيرها هنالك التزامات مالية مع مصر، هنالك التزامات مع دول أخرى، لدينا تفاهمات مع السعودية بالخط الناقل المترو على البحر الأحمر، هذه تفاهمات وغيرها، وهذه خطوط كبيرة شكلا كلها. الآن لا، عفوا، أنا أقول هذه كلها لا نستطيع أن تترك للمسؤول العراقي أو للدولة العراقية إلى الإعلام. هذه تعقد بجلسات وتفرض بوثائق وتفرض معها دول. اليوم حضور العراق مع هذه الكمية من الدول هذا يعطي قوة، هذا يعطي مساحة تختلف من يعطي قوة لحكومة السيد السوداني، يعطي للدولة العراقية. أنا لا أستهدف الحكومات بقدر ما أستهدف قوة العراق أولا. اللقاءات الثنائية اليوم إذا تختصر هذه المسألة على العراق والأردن، على العراق والسعودية، على العراق وتركيا، على العراق وإيران، لا يمكن أن تكون بنفس القوة حينما يحضر العراق مع دول المنطقة بشكل كامل.